اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. وعلى المباشر اجواء ليليه بارده وهادئه هنا في الطريق الرابطه ما بين مدينه تازة ووادمليل. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اينما كنتم واينما تواجدتم. هناك نوجه التحيه لكل ابناء المنطقه وكذلك لكي تواجدوا بها ولا اللي خارج ارض الوطن ولا اللي خارج كما كنقولوا خارج المدينه لكي تواجدوا بمدن المملكه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي والتحيه لتوازا كاملين اينما كانوا اينما تواجدوا. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما تابعتوا معنا دائما وعلى المباشر في اطار تغطيتنا للحدث اللي كتعرفوا المنطقه واللي هو اختفاء الطفل هشام. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي واللي مازال كنتواجدوا الان هنا بتراب اقليم تازة من اجل هذا الطفل وكذلك من اجل مجموعه من النداءات ديال عدد من المواطنين متابعي قناه شوف تيفي اللي كيتابعونا من خارج يعني من خارج الوطن ومن داخله واللي وجهوا مجموعه من النداءات واللي حاولنا انه نوصلوا الصوت ديالهم عبر قناتهم قناه شوف تيفي صوت وقناه الشعب طبعا. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي عوده الى الاجواء الليليه هنا في الطريق الرابطه ما بين تازة ووادمليل. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كناخذكم معنا فيها في هذه الاثناء الطفل باش نرجعوا غير للناس للاشاره فقط. فالطفل هشام اللي ما كيتجاوزش العمر ديالو فاش اختفى عام وتسعه اشهر هادشي اللي قالوا الوالدين ديالو، لكن الان فرحنا في 87 يوم تقريبا فراه الان الوليد راه وصل عامين. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي بعد اختفائه يعني تقريبا راه 3 شهور حنا فاش غاديين باش اختفى هذا الولد في دار العرس. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كيف هي الاجواء بالمدن ديالكم؟ ممكن تشاركونا من خلال تعليقاتكم من خلال التفاعل ديالكم معنا وعلى المباشر. احد المتابعين قال لك تكيس صاحبي، تحية للصديق ديالنا خويا نجيب اللي كنوجه ليه التحيه هنا من خلال هذا البث المباشر، قال لك تكيس صاحبي راه الطريق. نعم الطريق هذه نعم الان كتواجدوا بجماعه مرزوقه وعلى المباشر نقص شويه السرعه صافي يكون هاني الرساله واضحه. انا قلت عليه الان وعلى المباشر نقص السرعه صاحبي غير كتبان لنا السرعه مع الطريق فكان ما متجاوزينش 70 60 باش غاديين الان في الطريق كما كتشاهدوا معنا دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. نقص شويه نعم نعم شكرا لكم مشاهدينا وتحياتنا لكم وكذلك نقص شويه كنقولها لكل مستعملي الطريق ماشي انا اللي صايق معي الصديق الزميل نجيب تشيش اللي ابن المنطقه ومن احد الاعلاميين المعروفين هنا بوادمليل وكذلك باقليم تازة اللي كنوجهوا ليه تحيه ومن خلاله كنوجهوا التحيه لكل ساكنه مدينه تازة. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي ها هو وجهنا لي الميساج هو دار بحسابكم ولو انه مكره اخاك وليس بطل ياك اخويا نجيب. تحياتنا ليك نجيب تشيش ولكل ساكنه واد امليل. مشاهدينا 120 والله الا حسبوها ليك بالله لا ما كايناش 120 امامي الكونتور 60 65 غير كتبان السرعه لاننا في الطريق. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي فهذه المنطقه نرجعوا مره اخرى وتحيه من خلال هذه المنطقه اللي كتواجدوا بها تحيه لكل ساكنه مناطق غيات الغربيه وكذلك مناطق او قبائل البرانسا وكذلك البرانس او كما كيقولوا الناس ديال البرانس والناس ديال تسول كذلك وغيات الغربيه فغيات وغيات الغربيه والشرقيه. تحيه لكل المناطق المكونه لهذه المنطقه وتحيه لساكنه وادي إنون. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي هذه المناطق المجاهده واللي ساهمت في المقاومه والناس اللي عطات يعني عطات رجال ونساء اللي ساهموا في استقلال المملكه المغربيه واللي التاريخ لا زال يعني وكذلك من غير هذا الشيء كامل فغندويو على الحاضر. فلدي هناك اسماء اللي
كفاءات وطنية لرسمات أسماء ديالها بمداد من ذهب، والتاريخ سوف يشهد لها بالعطاءات ديالها في سبيل الوطن وفي سبيل المملكة المغربية ومن أجل إشعاع هذا البلد. مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي دائما على المباشر، رجعوا معكم. نعم صنهاجة، تحية لساكنة صنهاجة وتحية للقبائل المطماطة وصنهاجة، وتحية الناس تاهلة وناس كل مناطق الأهل، كذلك الزبير وبني فراسن باش ما يا خويا يحسبوا علينا شي حاجه. راك عارف، وناس ديال مكناسه الشرقيه ومكناسه الغربيه وكل المناطق العزيزه والغاليه، فكل شبر من هذا الوطن فهو عزيز وغالي بناسه برجاله بالتاريخ ديالو يعني بالكفاءات ديالو اللي كتقدمها في الحاضر كذلك مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. فكما تابعتوا معنا، نعم تحيه طيبه متبادلا، ناس تازه، ناس الخير، ناس الكرامه. نعم اخي، فهاد الناس اللي مشهود لها ساكنه هذه المناطق رجال لاغناو يعني وباقين كعطاو كفاءات لا على المستوى لا في القطاعات المدنيه ولا في القطاعات العسكريه كذلك مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. ويكفي انه تازا اعطتنا اسم مثل يعني نعطيو غير اسم واحد من هادشي اللي كنعرفوا حنا دابا وليدات هذا الوقت هذا. ويكفينا شرفا انه نتكلموا على السي عبد اللطيف الحموشي، وكنتكلموا كذلك على قائد الدرك الملكي السيد حرامو، كذلك ابن المنطقة وابن مناطق الدسول، كذلك السي عبد اللطيف الحموشي من منطقة البرانس. نتكلموا كذلك على وزير الفلاحة السي محمد الصديقي، كذلك من أبناء تازة. مجموعة من الأسماء عطاتهم هذه المنطقة، وكتبقى منطقة ولادة ومنطقة معطاءة، الله يرضي على هذه البلاد هذه وكل مناطق المغرب. الحمد لله كلها كتعطي رجال ونساء شرفاء اللي كيخدموا الوطن بكل تفاني ونكران للذات. عودة إليكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، فحضورنا هنا كان من أجل تغطية مستجدات وفي مواصلات قضية الطفل هشام، الطفل هشام اللي اختفى في ظروف غامضة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي في العرس اللي كان بجماعة بوشفاعة بدوار إغلال، واللي صراحة المنطقة يعني ككل المغرب وك يعني ككل المغاربة ضامنت مع العائلة ديال الطفل ومع الأسرة ديال الطفل وكذلك، وتفاعلوا بشكل يعني رهيب مشاهدينا ومتابعين مع هذه الواقعة اللي صراحة يعني حيرت العقول، يعني لحد الساعة باقي ما بانش الأثر ديال الطفل رغم الأبحاث القضائية، رغم كل يعني المحققين يعني ما خلاو فين كما كنقولوا بالدارجه وبالعاميه المغربيه، فراه ما خلاو فين بحثوا هاد الناس في كل صغيره وفي كبيره، كل الشبر من هاد الجبال اللي كنشوفوا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، فراه القياده الجهويه للدرك الملكي هنا بتازا عبأت اكثر من 70 دركي من اجل انها يعني البحث بكل التقنيات المتاحه تكنولوجيا، كذلك كان التشخيص القضائي لكل السيارات الحاضره، كان تحقيق مع كل الناس الحاضرين بعين المكان بهذا العرس هذا. ماشي العرس، ما ليله او نهار الجموع او الزياره من بعد ثلاث ايام نهار ثالث العرس، للاسف لحدود الساعه باقي ما بانش الطفل. كانت اخر يعني التنقلات اللي قام بها والي الطفل كانت لمنطقه قنيطرة، اللي من بعد ما كانت اتصالات لاحد المواطنات اللي قالت انه احد المتسولين واللي شكوا فيه المواطنين، كذلك كانت احد اتصالات المواطنين من منطقه وزان واللي على اثرها انتقلت عناصر الدرك الملكي هنا من سريه ودمنيل الى عين المكان لاجل معاينة هذه المعطيات ولا هذا الكلام اللي كيقول هذا السيد، وكذلك البحث معه والتحقيق معه. في الاخير كيتبين انه ما كاينش قرائن، ما كاينش يعني دلائل قويه اللي تثبت انه ممكن انه خيط او كما كنقولوا راس الخيط اللي ممكن يبين لنا كيفاش اختفى الطفل هشام. شفنا تصريحات ديال الوالدين ديال الطفل، لا الوالده ديالو ولا الوالد ديالو، واللي اكدوا انهم يعني كيوجهوا اتهامات مباشره لعائله العريس، مع العلم انه وجهنا لهم يعني مجموعه ديال الاسئله في هذا الباب هذا. علاش غتقولوا ان هاد الناس هما اللي ممكن انهم يديو الطفل؟
يعني للاسف ما بغيناش نحطوا يدينا كما كنقولوا، ما بغيناش نقولوا نرجعوا اللور كما كنقولوا، نقولوا صافي راه نسلموا امرنا. فما يمكنش انه نخليه كما وقع الطفل الحسين بشتوكا ايتباها، واللي ما غننساوش الطفل ما يمكنش انه يتنسى مره اخرى. ها هو طفل اخر اللي هو هشام، يمشي ونحطوا يدينا كما كنقولوا ونسلموا في الاختفاء ديالو. فما يمكنش مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، ما يمكنش نخليو بحال هاد السيناريوهات انها تتكرر. ممكن غدا يقدر يكون ولدي ولا ولدك ولا ولد الاخر، راه هادو وليداتنا. ما يمكنش انه هاد الناس انه يختفيوا في هاد الظروف، خصوصا انه ما كاينش مجموعه ديال الحويجات اللي منطقيه اللي تقول انه تلا اختفى الطفل بطريقه او باخرى. فنقولوا مثلا انه راه مشى، راه كيفاش ها كيفاش ها كيفاش، وتبان الواقعه. هادشي لحدود ساعه باقي ما بينش، باقا ما كاينش. تحيه لك اختي ناديه الصابر، دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي دائما وعلى مباشر. تحيه لك سي عبد الله، تحيه لكل مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. كما قلنا فالطفل هشام ليومنا هذا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي لم يظهر له اثر. واش تختطف؟ واش يعني مجموعه هذه الاسئله، لانه العقل كيحبس مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي صراحه. في ظل هذه المعطيات المتوفره لحدود الساعه، فالطفل هشام للواقع اللي كاين الان والتحصيل اللي كاين الان هو انه اختفى في ظروف غامضه ما زالت لحدود الساعه ما بيناش، في انتظار القادم. ودعائنا مع الوالدين ديالو، الله يصبرهم والله يكون معاهم في هذا المصاب الجلل. المشاهدين المتابعين قناة شوف تيفي، نعم قصة هشام غريبة شيئا ما، وهذا الشيء اللي كنشوفوه مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي لحدود الساعة. فللأسف احنا شخصيا يعني شخصيا انتقلنا كل الظروف كل الاكراهات اللي كاينه، فحاولنا انه نقربكم انتم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، لانه هزيتوا الهم ديال هاد الوليد. ساكنة المنطقة كذلك لحدود الساعة كتقول لك ما لقيناش شي جواب اللي ممكن انه نجاوبوا به نفوسنا اولا، ومن بعد ممكن انه نقنعوا به العائلة ديال الطفل هشام مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي. اللي كنتمناه من الله سبحانه وتعالى انه يبين الحق ديالو، لانه هذه روح في الاول وفي الاخير. هذا طفل ضاعوا فيه والديه، والروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى عفوا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. ما يمكنش انه تمشي هكاك هباء بهذه الطريقه هذه، ضروري انه يتبان الحقيقه، ضروري. بغى اللي بغى وكره اللي كره، انه غتبان الحقيقه ديال هذا الوليد اللي متورط. اكيد يوم ولا غدا راه غتبان الحقيقه ديالك، اللي متورط في هذا الوليد ولا عنده يد في انه يختفي هذا الولد، ولا ضيع هذا الولد، ولا باع هذا الولد، ولا سرق هذا الولد، فراه اكيد الله ما غاديش يدوزها ليه سبحانه وتعالى. لانه لو انه يعني نقولوا انه تقن طريقه اختفاء ديالو، ولا تقن التخطيط كيفاش اختفى هذا الوليد، انه ولا عرف كيفاش ينسج ملابسات هذا اللغز هذا، لكن عند الله حتى حاجه ما كتخفى وحتى حاجه مغربه عند الله سبحانه وتعالى. وفي قادم الايام مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي غتبان الحقيقه شئنا ام ابينا. فهذا هو اللي كاين، لانه شفنا يعني جميع يعني المجهودات اللي دارت لا من سرية الدرك الملكي هنا على مستوى مدينة أو على مستوى وادي أمليل ولا على مستوى تازة، كذلك على على مستوى الوطني كذلك، والحملة ديال التضامن اللي كانت، عائلات أسر أمهات آباء، عدد من الأسر المغربية اللي مازال الهم هز الهم ديال هذه الأسرة ومتحملة يعني وكتسول وكتسائل.
هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، عائلات واسر والراي العام الوطني كان ضحيه ديال مجموعه ديال المغالطات اللي كانت كتروجها مجموعه ديال القنوات على مستوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وللاسف انه عدد منها والاغلبيه ما غنقولوش الكل لكن الاغلبيه فكان همها الوحيد هو الادسنس، هو عدد المشاهدات، هو انه ما كيهمهاش انها تلعب بالمشاعر ديال الناس. وللاسف هنا كنقولوا يعني للاسف انه وصلنا لهذا المستوى ديال الانحطاط الاخلاقي، ديال انه ناس كتلعب بالمشاعر ديال الاسره ديال الطفل اولا وبالمشاعر ديال الراي العام، لانه الناس راه بكات، ناس يعني اللي تحملات جزء من هذا المشكل ومن هذه الواقعه كانت كتاسف لهذا من خلال تعليقاتكم اللي كنتابعوها مشاهدينا. نكونوا اكيدين انه كل تعليق كنقراوه، كل كلمه كنتابعوها على المباشر كنشوفوا هذا الشيء هذا. فمره اخرى من خلال هذا البث المباشر حنا وصلنا لواد امني المشاهدين ومتابعي قناه شوف تي في، واللي كما كنشوفوا حركه خفيفه بزاف، انخفاض ديال درجات الحراره عنده تاثير كبير اللي واصله في حدود الساعه 10 درجات او 9 درجات سيليسيوس. مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، اشكركم على حسن المتابعه، كنتمناو نكونوا عند حسن الظن ديالكم. قربناكم من مستجدات قضيه الطفل هشام. اشكركم مشاهدينا، الى اللقاء، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من وادي مليل اقليم تازه، الى اللقاء.